أكبر حركة سياسية في تاريخ بلادنا. وهي حركة عمادها الرجال والنساء العاملين الذين قاموا ببناء هذه البلاد، ونحن لدينا من المحاربين القدامى والعاملين في مجال الفولاذ وبعض الآباء والأمهات الوطنيين من كافة الأجناس والأعراق والديانات. إننا أيضا نرحب بأعداد كبيرة من الأمريكيين من أصول أفريقية ولاتينية وعربية، وإننا نقوم بتوحيد المسلمين واليهود والمسيحيين وكل شخص يرغب بفعل شيء واحد، ألا وهو جعل أمريكا عظيمة مجددا. إن حملتنا قد بوركت بأكثر من 400 ألف شخص من مجموعات الرجال العاملين في السلك الشرطي، وقد تمت مباركتها أيضا من قبل دوريات الحدود، وهم أعظم أناس. لقد أعطوني أكبر تأييد ولأكثر رئيس كما قالوا، وقد قالوا بأنهم قد سئموا من العمل معهم، وهم يرون كيف يتم تدمير حدودنا وبلادنا. أود أن أشكر خفر الحدود، هؤلاء الأشخاص الذين يعملون هناك بجد. لقد حظينا بدعم من قبل هذه الفرق بأكثر من 62%، وأيضا قد حظينا بدعم وتأييد من إيلون ماسك. كلما أعلمه أنه عندما جاء في الأسبوع الماضي سوف يمهد الطريق لهذا السباق ليكون كاملا، وكنا قد رأينا هؤلاء الأشخاص الذين تجمعوا لحضور ذلك التجمع. واتصلت بإيلان وقلت: هل هذا أنت الذي ظهر بتلك الهيئة؟ فقال: نعم. هل يمكن للصين أن تفعل ذلك؟ وهل فسألته، قال: كلا. وقلت له: هل يمكن للولايات المتحدة أن تفعلها؟ فقال: نعم، إنه شخص متميز. وقد حظينا بتأييد ومباركة من قبل رجل عظيم يتحلى بالشجاعة رغم أن أسرته تميل إلى الديمقراطيين، جونيور كينيدي. وسوف يسعى لجعل رجالنا ونسائنا آمنين. الشيء الوحيد الذي لن أتدخل به هو مسألة الامتناع عن عدم تقديم ما يلزم لصحة الناس. وتولسي جابرت التي تحظى باحترام الجميع قد قامت للتو بتأييدي، وقد أصبحت من الجمهوريين. وهناك شخص آخر بايزونغن، وهو يحظى باحترام كبير، عالم وفضاء له مكانة رفيعة.
وقلت ما الخط بشأن باز؟ فقالوا لي بأنه قد أيدك للتو وهذه مسألة لم تحدث من قبل. وأود أن أشكر على وجه التحديد رجلا لم تسمعوا به، بيت فول. وأسرته الجميلة برفقة أطفالهم، لكن هذا الرجل له شأن خاص، فقد صافحني باليد وله يدان قويتان، وما من عجب بأنه يستطيع أن يرمي الكرة على مسافة 500 ياردة. شكرا برات، إنه لشرف كبير. يا لك من بطل عظيم. ويا لها من أسرة جميلة. شرف كبير أن تكون معنا. وكنت قد سمعت بأنه قد حظي بالتأييد أكثر مني، وهذا لا يجعلني سعيدا. شكرا بريت، شكرا. إنه لشرف كبير أن يكون معنا. Kamala and Joe call all of us and them, even them, garbage. حتى هم تخيلوا أنهم قد أطلقوا علينا اسم القمامة، لكنكم أنتم القلب والروح. لقد بنيتم بلادنا. You built our country. You built it. أنتم من بنى هذه البلاد أكثر منهم. وبالمناسبة أود أن أشكر كل العاملين في مجال الصرف الصحي في كافة أرجاء الولايات المتحدة، وأعمال التعقيم التي يقومون بها، وحالهم حال رجال الشرطة ورجال إطفاء الحريق، لا يحظون بهذا الشكر والتقدير، وأننا نثمن ما يقومون به. فبمساعدة كل من هو حاضر هنا في 5 نوفمبر سوف نستعيد بلادنا ونأخذها إلى مستويات العظمة التي لم يكن ليتخيلها أي شخص من قبل. أن 5 نوفمبر سوف يكون أكثر يوم من أهمية في بلادنا، لأننا نعيش في بلادنا التي باتت في حالة انحطاط ولن نسمح لها بالانحطاط أكثر. أصبحنا بلادا فاشلة بسبب هؤلاء القيادات التي تولوا الرئاسة. لن نسمح بحدوث هذا الأمر. بينما نحن في خضم حملة السباق التي ترمي لإنقاذ أمريكا التي قد دمرت بفترة حكم 4 سنوات، وأن كامالا هاريس منخفضة الذكاء سوف تقوم بإدارة حملة من الحقد والكراهية والانتقام، فقد مضت كل وقتها في الاحتجاج والتذمر من كل شيء. كانت تشتكي من مسألة الحدود لكنها لم تعمل على حلها، ولماذا لم تفعل ذلك بعون من أفضل علماء البيئة؟ لدينا أفضل حدود وأنظف هواء في تاريخ البلاد. تتحدث عما سوف تفعله بشأن التضخم، الأمر الذي دمر المسنين والطبقة المتوسطة. لم يكن لدينا في عهدتي أي تضخم، لكنها لم تفكر بهذا الأمر. سوف تتحدث عن حول كيفية دفع الاقتصاد قدما. لا.
لكنها لم تقل كيف. أنا قلت بالمقابل بأننا سوف نعيد الشركات وسوف نستفيد من كافة الأشياء التي عهدناها وسوف نقوم بتوظيف المئات بل الآلاف بفضل هذه الشركات التي سوف تتوافد إلى بلادنا. بحيث يمكننا أن نصنف الأمور، إذا ما وضعنا الحب والدين في المكانتين الأولى والثانية، ومن ثم سوف نتحدث عن التعرفة الجمركية رقم ثلاثة. لا بد لهم أن يدفعوا لنا هؤلاء الذين يستولون على وظائفنا، لكنهم لم يفعلوا ذلك من قبل. الصين دفعت لنا مئات الملايين من الدولارات ولم تكن سعيدة، ومن ثم جاء الجائحة كوفيد-19، لكننا استمتعنا بأعظم اقتصاد في تاريخ البلاد وأخذنا مئات الملايين من الدولارات من الصين، وكنا قد بدأنا للتو. لكن تذكروا أن كامالا وجو المخادع قدما أسوأ إدارة لحكم البلاد في تاريخنا، وهو أسوأ تاريخ في تاريخ الولايات المتحدة، وهي إلى حد كبير أسوأ نائب رئيس في تاريخ البلاد. تذكروا قبل 5 أشهر قالوا أنه لا كان لا يجري الحديث عنها بأنها لأنها لا تتمتع بالكفاءة، وقد اختاروها من أصل 12 شخصا أكثر قدرة منها، لكنني لا أعلم ما الذي فعلوه لبايدن. وتعلمون ما هي الشائعات بأن بايدن يحبني أكثر منها. لكن إدارتهم جعلت جيمي كارتر وإدارته تبدو عظيمة، وقد دفعوا بأكثر من 20 مليون شخص للدخول إلى بلادنا من المجرمين وتجار المخدرات والأشخاص المعتوهين الذين يقومون بإخراجهم من الكونغو، من أفريقيا، من كافة أنحاء العالم، ومن آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. يقومون بإخلاء السجون من هؤلاء الأشخاص ومن تلك المؤسسات. الخاصة بالمعتوهين والسماح لهم بالدخول إلى بلادنا، أكثر من 13,000 مجرما قدرت، ومعظمهم ارتكبوا أكثر من جريمة ويتجولون في بلادنا أحرارا طلقاء ليقتلوا ويرتكبوا المزيد من الجرائم. وليلة الأمس كمالا أدلت بحديث لجمهور قد أتوا في حافلات استخدموها لنقلهم، نفس الحافلات استخدموها، نحن لا نقوم بنقل الحاضرين إلى هنا بأي حافلات، لا أعلم، قد يدفعون لتلك الحافلات أموالا لنقل المشجعين والحاضرين، ومن ثم يغادرون قبل أن تنهي كلمتها. وقبل 4 أيام قد أحضروا بيونسة وقالوا بيونسة قادمة لتغني، لكنها حضرت دون أن تغني، ومن ثم جاءت كامالا بعد أن غنت، بعد أن غادرت بيونسة، ومما جعلهم يسأمون ويخرجون. إننا لسنا بحاجة إلى بيونسة ولسنا بحاجة إلى أي شخص آخر. أنا هنا موجود لكن لا أملك أي جيتار. لكن يمكننا أن ندرك حجم المؤيدين والحاضرين هنا حتى على مساحة قد وصلت إلى ماديسون سكوير.
In the history of Madison Square Garden, they told me Jim Dolan, everybody, they're fantastic. ترون هناك جيم دولان وترون كافة المشجعين والمؤيدين، وقالوا لي بأننا لم نرى هذه الحشود من الأشخاص الذين قد وصلت أعدادهم إلى مستويات كبيرة، لكنها تحدثت ليلة الأمس وكان حديثا مملا، رغم أنه علي التزام لمتابعته. هي الخصم، وإذا ما فازوا بهذه الانتخابات فسوف يدمرون البلاد. 300 مليون شخص سوف يدخلون إلى البلاد، ليس فقط 21 مليون شخص. يتحدثون عن سياسة حدود مفتوحة لكافة العالم. تحدثت ليلة الأمس وجل ما قالته دونالد ترامب.